السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم زميلتكم نهلة غالي، بورد سيرتيفايد فارماكوثيرابي سبيشاليست سبتمبر 2017. النهاردة ان شاء الله معانا اسئلة شابتر الانالجيسكس. الشابتر ده كان فيه ثلاث مواضيع: الباراسيتامول والانسيدز والاوبيويد. اول موضوع كان موضوع الباراسيتامول. السؤال الاول بيقول: What's the active ingredient of دولومول؟ دولومول هو الاسم التجاري للباراسيتامول. طيب ايه هي الاختيارات؟ باراسيتامول which is an inflammatory drug. طبعا ده غلط، الباراسيتامول ليه analgesic وantibiotic لكن ملوش anti-inflammatory activity، يبقى اول اختيار ده غلط. الاختيار الثاني an analgesic but not باراسيتامول، غلط. باراسيتامول which is analgesic and anti-inflammatory، برضو anti-inflammatory يبقى ده غلط. دي بيقول باراسيتامول which has no anti-inflammatory but has analgesic activity، طبعا الاختيار ده صح، هو analgesic و antibiotic لكن ملوش anti-inflammatory، يبقى الإجابة هي الاختيار دي. آخر اختيار بيقول antibiotic but not paracetamol، برضو ده غلط لأن هو المادة بتاعته هي الباراسيتامول، يبقى الإجابة هنا هي الاختيار دي. السؤال التاني: all of these drugs have anti-inflammatory except الأسبرين، الاندوميسازين، الاثنين دول NSAIDs طبعا ليهم anti inflammatory effect، الديكساميسازون برضو ليه anti inflammatory effect، ده هو potent anti inflammatory كمان، يبقى الإجابة هي الباراسيتامول، باراسيتامول ملوش anti inflammatory effect. السؤال الثالث: باراسيتامول is analgesic صح، antibiotic صح، anti inflammatory غلط، يبقى الإجابة هي A و B، الإجابة هي الاختيار دي both A زائد B. السؤال الرابع: which analgesic is safe during pregnancy؟ أكتر analgesic safe خلال pregnancy هو الباراسيتامول. الميثايل دوبا والإريثروميسين دول أصلا مش analgesic فأنا هستبعدهم من الاختيارات، يفضل الأسبرين، باراسيتامول، والسيليكوكسي، بستبعد أي حاجة NSAIDs اللي هو الأسبرين والسيليكوكسي، بيبقى الإجابة هي باراسيتامول الاختيار B. السؤال الخامس: for a child 4 years old الويت بتاعه، جاب لي الوزن بتاعه 16 كيلو جرام، ايه هي الماكسيمم دوز من الباراسيتامول؟ هو سنه 4 سنين يعني اقل من ال 12، يبقى انا هحسبه على التشايلد دوز. التشايلد دوز الماكسيمم دوز فيها قلنا هي 15 ملي جرام لكل كيلو جرام في الجرعه الواحده، وماكسيمم عدد الجرعات في اليوم هو 5 جرعات، يبقى انا هحسب 15 ملي جرام في الكيلو جرام اللي هو وزنه اللي هو 16، يطلع 240، يبقى دي الجرعة الواحدة هتبقى 240 ملي جرام. طب والماكسيمم دوزز في اليوم كام جرعة؟ 5 جرعات، يبقى 240 في 5 هتطلع 1200 ملي جرام في اليوم، ده كده الماكسيمم دوز خلال اليوم كله 1200 ملي جرام اللي هي 1.2 جرام، يبقى الإجابة هي الاختيار C 1.2 جرام. السؤال السادس: باراسيتامول دوز فور بيدياتريك 5 years old، برضو طالما هو بيدياتريك اقل من 12 سنة يبقى الجرعة هي 10-15 ملي جرام بير كيلو جرام كل 6-8 ساعات، يبقى الإجابة هي الاختيار C. السؤال السابع: child of 10 كيلو جرام باراسيتامول دوز فور هيم، هتتحسب ازاي؟ 10-15 ملي جرام لكل كيلو جرام، ل 10 في 10 هيبقى ب 100، و 10 في 15 هيبقى 150، يبقى الجرعة هي من 100-150 ملي جرام كل 4-6 ساعات، يبقى الإجابة هي الاختيار A، الاختيار الأول. السؤال الثامن: A patient of 10 kilogram is given paracetamol 120 milligram في 5 ملي، ده تركيز الباراسيتامول السيرب، هو قال لي 120 milligram في 5 ملي، اخد منه 1 teaspoonful every 4 to 6 hour، you should call the doctor to tell him. هو وزنه 10، الماكسيمم دوز هي 15 ملي جرام في الجرعة الواحدة، 15 في 10 يعني الماكسيمم دوز المفروض ياخدها هي 150 ملي جرام في الجرعة الواحدة، هو اخد قد ايه؟ هو اخد 1 teaspoonful يعني 5 ملي يعني 120 ملي جرام، خلاص هو اخد 1 teaspoonful، 1 teaspoonful بتساوي 5 ملي جرام، 5 ملي، وال 5 ملي دول بيساوي 120 ملي جرام، يبقى هو اخد 120 ملي جرام كل 4-6 ساعات، يعني هو ما تعداش الجرعة الماكسيمم، يبقى there's no need to call the doctor، هو ما فيش مشكلة، هو ما تعداش الماكسيمم دوز، يبقى الإجابة هي الاختيار A.
بقيه الاختيارات بيقول the dose must not exceed 180، لا هي المفروض 150. the dose is not sufficient، لا غلط. the dose is very high برضو غلط. يبقى الاجابه هي no need to call the doctor، الاختيار A. السؤال التاسع، ال recommended maximum adult daily dose of paracetamol، ال maximum dose بتاعت الباراسيتامول هي 4 جرام، اللي هي 4000 ملي جرام. لو ال 4000 دي مش موجودة ولقيت جرعة 3000 هختار جرعة 3000، لكن الأصح طبعا هي 4000. هو مش هيخير لي بينه أبدا، هي هلاقي 4000 وهختارها ودي الأصح. لو مش موجودة ولقيت 3000 برضو هختارها. السؤال العاشر، الماكسيمم دوز اوف باراسيتامول 500 ملي جرام تابلت. برضو نفس السؤال، لو البيشنت بياخد باراسيتامول 500 ملي جرام هياخد منهم كام تابلت؟ دول يساوي ال 4000. طبعا هيبقى الاجابه هي 8 تابلتس. 8 تابلتس من 500 ملي جرام، يبقى ده معنى كده ان هو اخذ الماكسيمم دوز اللي هي 4000 ملي جرام. سؤال 11، ماكسيمم يوز اوف باراسيتامول از، برضو نفس السؤال، 4 جرام في 24 ساعة هي الماكسيمم دوز. سؤال 12، باراسيتامول توكسيسيتي از، بيحصل فيها ايه؟ بيحصل ليفر دامج، دي صح. بيحصل رينال دامج، صح. بيحصل هيموليتك انيميا، صح. يبقى الاجابة هي all of the above، الاختيار E. سؤال 13، emesis is not indicated for the following except، ايه الحالة اللي من دول اللي ممكن تعمل induction للإيميسيس؟ الحالة طبعا هي الباراسيتامول بويزنينج. احنا قلنا في الباراسيتامول بويزنينج خلال نص ساعة من الانجكشن بتاع الباراسيتامول ممكن يحصل ايميسيس او يحصل اوروجاستريك لافاج، يحصل غسيل للمعدة، وده يقلل البويزنينج بتاع الباراسيتامول. يبقى الاجابة هنا هي باراسيتامول بويزنينج، الاختيار A. السيجرز غلط، والسي ان اس ديبريشن غلط، وانكونشس بيشنت برضو غلط. سؤال 14، one of the following substance used as antidote for paracetamol toxicity. الانتيدوت بتاع الباراسيتامول هو ال N-acetylcysteine اللي هو بيشتغل على الجلوتاثيون، بيزود الجلوتاثيون اللي هي بتخرج او بتخرج او بتكسر التوكسيك ميتابولايت اللي هو النبكي. يبقى الاجابه هي N-acetylcysteine، الاختيار دي. سؤال 15، a patient has taken unknown amount of paracetamol أو acetaminophen since 8 hours ago and you have shown some lab result of his test. What's the suitable choice for this case؟ عدى قد ايه على تناول الباراسيتامول؟ عدى 8 ساعات. يعني معنى كده ان الاختيار بتاع الايميسيس او الاوروجاستريك لافاج اللي هو بيحصل خلال نص ساعة ده خلاص مش معايا. الاختيار بتاع الشاركول برضو اللي بيحصل خلال ساعة من الانجكشن ده مش معايا. يبقى الإجابة هي ان هديله أنتيدوت اللي هو ان أسيتايلسيستاين. يبقى الإجابة هي الاختيار B. شاركول كنت هختاره لو قال لي خلال ساعة، لكن هو عدى ساعة كتير، ده هو